طبعا الموضوع الشكوى هو ما هو مني شخصيا، هو كافة المعلمين. نتيجة الأجور المتدنية اللي قامت التربية بإعطائها، طبعا كانت أجور التصحيح هي 60 ليرة تركي، أي ما يعادل 3.5 دولارات عن اليوم، وبدل المواصلات 15 ليرة تركية. طبعا هاي نقطة هون، إنه الامتحانات أو التصحيح، مركز امتحان التصحيح كان في محافظة إدلب، مركز إدلب المدينة. فهون اليوم عندنا نحن في مصححين أماكنهم بعيدة عن مدينة إدلب، يعني أقرب شخص يحتاج يوميا إلى لتر بنزين واحد إذا أجى على الموتور حقه 30 ليرة، 28 ليرة تركي بالضبط. إضافة لذلك يعني الدوام عم بيكون من الساعة 8 للساعة 2 مساء، وعندك تقريبا نص ساعة قبل الدوام ونص ساعة بعد الدوام، يعني عمليا 7 ساعات يوميا دوام. فالمبلغ كثير جدا متدني للاسف. كثير من المعلمين والمدرسين اللي شاركوا بالعمليه الامتحانيه اعترضوا على هذا الامر، لكن للاسف ما في مجيب. يعني اليوم اي مصحح او مراقب راح بيعرف انه يوميا بده 30 ليره بنزين، وعندك 20 ليره هي بده ياكل على حسابه، لانه الخدمات اللوجستيه اللي كانت موجوده في عمليه التصحيح شبه معدومه، فيوميا عنده مصروف 50 ليره او 60 ليره، فعمليا بقي له 15 ليره لمده 7 ساعات، يعني وقفت الساعه بليرتين تركي. هل من المعقول اليوم معلم يحمل شهادات وعنده خدمه توقف ساعته بيومين، عفوا بليرتين؟ يعني مع احترامنا لجميع فئات الشعب، اليوم العامل او اي موظف، اصغر موظف بالمنظمه ما بيرضى في هذا الاجر. طيب عقيل، يعني برأيك شو هي الحلول؟ يعني توجهتوا للجهات المعنية بهذا الأمر، قدمتوا شكاوي، شو الردود أو شو الحلول اللي أنتم مستنينها حالياً؟ هلا المشكلة أستاذ، الردود حسب ما وردنا اليوم أنه وقفوا عملية التقبيض، قبضوا نهار واحد وقفوا نتيجة الاعتراضات، لكن الاعتراضات ما عم بتكون، يعني ما المعلم صراحة ما بيقدر يعترض بسبب القرارات اللي طلعت من قبل التربيه، ان كان الوزاره او المديريه. يعني من فتره شهر تقريبا طلع قرار مجحف بحق المعلم، اللي هو انه اي معلم او مدرس بيقوم بالتعليق او الكلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الاعتراض او الاعلام راح يتعرض للمساءله. يعني للاسف طب يعني لو قاطعتك، انا مانك خايف عقيل؟ يعني بما انه عم يقولوا انه اي مدرس يتوجه للاعلام حيتعرض للمساءله، هل انت تشعر انه انت ممكن تكون بخطر او تتعرض للمساءله؟ هلا مو موضوع خطر، موضوع انا اليوم يعني بعد هذا اللقاء بيقدروا يستجوبوني ودعوني للتحقيق بشكل قانوني نتيجه القرار اللي صدر. فللاسف اليوم يعني المفترض انه المعلم يكون هو الطبقه الاولى في المجتمع، لانه هو المنتج الاساسي لهذا المجتمع. يعني المعلم هو اللي بيخرج الدكتور والمهندس والعامل والصيدلي وكل فئات المجتمع. فاذا اليوم نحن منعنا الاستاذ من الكلام او مطالبه في حقوقه، ف يعني للاسف بعد 11 عام من الثوره بنشوف هيك قرار. طب يعني كنت حضرتك عم تقول انه وقفوا عمليه تسليم يعني التقبيض، يعني او هيك وصلنا، بس السبب لحد الان مجهول للاسف. طبعا الكل تفاجئ بالاجور، يعني اثناء العمليه الامتحانيه اجانا وعود من المسؤولين بالتربية وبالوزارة انه رح تكون اجور 3 اضعاف السنة الماضية، لكن للأسف اذا قسنا سعر صرف الدولار فما جابوا اسعار او ما جابوا اجور السنة الماضية اساسا. يعني الناس تفاجأت، وصراحة ما كان في تعتيم عن موضوع الاجور. يعني اليوم اي مؤسسة او اي شركة بدها تجيب موظف بدها تشغله معه، فعمليا بتبلغه قبل ما يبلش انه انت اجرك كذا، بيناسبك تشتغل ما بيناسبك لا تشتغل. فللاسف كان في موضوع تعتيم كثير عن هذا الامر، وكان في ما بعرف يعني في شيء مو مزبوط. طب يعني متوقعين استجابه من الجهات بما انه عمليه تقبيض الرواتب وقفت؟ هلا نامل انه في استجابه. يعني كان في اعتراض من المعلمين، لكن المجهين التربويين طرحوا المشكله على مديريه التربيه والوزاره، وحسب ما وصلني قبل ما احكي معكم قبل ما اطلع معكم بشي ربع ساعه انه عمليه التقبيض وقفت، قبضوا ليوم واحد فقط وقفت، بس ليش ما حدا بيعرف. يعني ان شاء الله انه تكون بطريق الحل، وان شاء الله انه يكون في عدل وانصاف، يعني تحقق مطالبكم. نعمل ذلك انسي، لكن اليوم الموضوع مو موضوع عمليه امتحانيه فقط. للاسف اليوم وقع التعني في محافظه في الشمال المحرر بشكل عام،
يعني أدنى أجر للموظفين بكل المؤسسات والمنظمات هو المعلم. عداك عن المعلمين المتطوعين، يعني اليوم في قسم كتير كبير متطوع لا يتقاضى أجر أساساً، يعني لا كتير ولا قليل. يعني حسب وزارة التربية عنا 12,438 معلم، هدول متطوعين، هي إحصائية صادرة عن وزارة التربية. أيضاً عنا 665 مدرسة غير مكفولة نهائياً. يعني اليوم التعليم للي ما بيعرف، التعليم في المحرر أو في محافظة إدلب تحديداً ينقسم لثلاث أقسام: تطوع، وقسم داعمته التربية بست شهور، طبعاً مو كفالة كاملة، ست شهور فقط أو سبع شهور. والقسم الثالث هو اللي داعمته المنظمات واللي مو ثابت، في أي لحظة بتتركك المنظمة وبتحمل حالها وبتمشي. طيب عقيل، يعني بدي اتطرق لهذا الموضوع اللي حكيت عنه بالنسبه للمتطوعين. يعني الاساتذه او اغلبهم يعني فايتين بدوامه ما بين انه همهم للطلاب وللمستقبل وانه كيف حيكون التعليم بهذيك المناطق، وبين انه يامنوا لقمه عيشهم بالوضع المتدني للاجور والوضع المعيشي. طيب يعني كيف هدول المعلمين كيف عايشين؟ تماما استاذ، يعني اليوم المتطوع، الاستاذ المتطوع عم يتطوع، الهدف الرئيسي هو انه ما بدنا نترك المجتمع بدون تعليم، لانه اليوم دمار التعليم فهو دمار مجتمع كامل. لكن بالمقابل هذا المعلم عم يتطوع، يعني هذا بالنهايه عنده اولاد، يعني اليوم حتى الاستاذ اللي عم يتقاضى اجر، يعني هو لا يملك ثمن ربطه الخبز، لا يملكه، لانه اليوم راتب اعلى استاذ هو 150 دولار وغير سابق، مو 12 في السنة. فإذا قسمناها أعلى راتب لأعلى أستاذ هو 100 دولار شهريا في السنة إذا قسمناها وسطيا. للأسف اليوم كل القطاعات مدعومة، التطوع موجود فقط في مجال التعليم فقط. يعني اليوم ما بنشوف بالصحة في تطوع، ما بنشوف بالمنظمات في تطوع، ما بنشوف بوزارة التنمية في تطوع، فقط في وزارة التربية. السبب مجهول، يعني هل هو من برا الحكومة غير قادرة، يعني المعلم ضايع ما بيعرف ايش الاسباب، وما حدا عم يوقف جنبه للاسف. يعني قلت لك اليوم اي استاذ صراحة بصح له انه يشتغل حارس بمنظمة ما راح يفكر ولا دقيقة انه يترك، انه يضل بالتربية. طب يعني شو مطالبكم كمعلمين بنهاية اللقاء بشكل واضح لحتى الجهات المعنية تسمع؟ وعند مين الحل برأيك؟ يعني عند وزارة التربية ولا عند غير جهات؟ هلا ممكن يكون في للأسف في شوية تخبط بالوزارة بالقرارات أيضا، لكن الوزارة ما بتحسن تعمل نحملها المسؤولية كاملة. لذلك يعني نتوجه نحن للداعمين وللمنظمات العاملة في مجال التعليم، حتى نتوجه للسيد رئيس الحكومة الأستاذ علي كده، يعني بالنظر بموضوع التعليم، للأسف موضوع التعليم جدا جدا سيء، وضع المعلم يرثى له. يعني اليوم اي معلم ابنه بيمرض صدقا بالله ما معه يشتري له دواء، يعني ثمن ربطة الخبز لا يملكه المعلم اللي عم بياخذ اجر، فما بالك المعلم المتطوع. يعني عجب نحن اليوم ما بنشوف تطوع غير في مجال التربيه. من فتره نقص اجور الاطباء والعاملين بالمجال الصحي، شفنا اعتراضات وسائل الاعلام كلها توجهت لهذا الموضوع، لكن المعلم، في معلمين صار لهم سنتين وثلاثه متطوعين، للاسف ما حدا عم بيوصل صوته. فنحن متوجه للحكومه، رئيس الحكومه والمنظمات الفاعله في ادلب لدعم قطاع التعليم، والنظر بوضع المعلم المتدني جدا جدا جدا. يعني من المفترض اليوم المعلم يكون هو الفئه الاولى في المجتمع. كلياتنا شفنا بالمانيا لما الاطباء اعترضوا على ميركل انه كيف اجر الاستاذ اعلى من اجر الطبيب، فردت عليهم بجواب بسيط جدا انه لولا هذا الاستاذ انت اليوم ما كنت صرت طبيب، ولكن صرت مهندس، ولكن صرت اي. اليوم هو المنتج الرئيسي للمجتمع، فدمار المعلم ودمار التعليم رح يأثر سلبا على المجتمع وشبه يدمر المجتمع. يعني نحن بنأمل انه يتحسن الوضع، لكن يعني بما انه حضرتك معنا، نحن كنا عم نحكي باول الحلقه عن ارتفاع اسعار الخضروات بشمال غرب سوريا، وكان في مزاد للبطاطا مبارح. يعني من محيطك، يعني كيف حضرتك شايف المعلمين كيف عايشين، كيف عم يقدروا يأمنوا اساسياتهم، شو عم يعملوا؟ هسه الصراحة يعني المعلم عايش، ما حدا بيعرف كيف عايش، يعني هو ذات نفسه ما بيعرف كيف عايش بسبب الوضع الاقتصادي الصعب اللي عم يبر فيه البلد. يعني هو الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام سيء، ولكن بالأخص بتركيا، ونحن يعني منطقة عم نتعامل بالليرة التركية، فاقتصادنا مرتبط بالاقتصاد التركي. عداك عن عدم وجود فرص عمل، يعني اليوم الناس أغلبها ما عندها عمل إلا يعني فئة قليلة من المجتمع.
المجتمع عندنا في محافظة إدلب يقسم إلى شريحتين، شريحة الموظفين المنظمات اللي حالتهم المادية يعني نوعا ما جيدة وما تبقى يعني تحت خط الفقر، وآخر إحصائية كانت لمنسقو الاستجابة يعني 87% من الشعب في المحرر هو تحت خط الفقر. للأسف يعني اليوم قلت لك اللي عم بتقاضى أجر ما موفى يا ما عم بتقاضى أجر، فكيف المعلم يعني للأسف وضع أدنى أجر في المحرر هو أجر المعلم. اليوم ما في أي منظمة أو مؤسسة بتقبض تحت 300 دولار، اليوم مع احترامنا للجميع بتشوفي حارس في على باب منظمة بيقبض 300 دولار.